فعلا والله، لا من بلدنا ولا من مجتمعنا ولا من عاداتنا ولا تقاليدنا الافعال الخسيسه اللي بتقوم بها هذه الجماعات الارهابيه. خليني اقول لحضراتكم ان الناس اللي استهدفت امس، سواء النقيب محمد عطا الله يرحمه رحمه الله عليه، كان صديق شخصي، راجل كان في قمه الادب والاخلاق، كان محترم، كان نموذج فعلا لضابط الشرطه اللي هو المثالي المحب لهذا البلد اللي بيغلب مصلحه البلد ومصلحه القانون فوق كل شيء، طبعا بالاضافه لثمان افراد الشرطه وامناء الشرطه اللي استشهدوا امس كلهم. يا رب بندعو لهم نقول لهم ربنا يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناتي ولهم اهلهم الصبر والسلوان وحسبي الله ونعم الوكيل، وما تقلقوش حقكم جاي طالما في رجاله ان شاء الله مصريين مستمرين في النضال والكفاح واستئصال هذا الفيروس اللعين من جسد الوطن، قادرين ان احنا نجيب حقكم ان شاء الله ونعلن دائما باذن الله مصر بلد الامن والامان، قلب الامن في الوطن العربي. تعالوا مع بعض مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم اولى فقرات برنامجنا، واللي الفقره الزراعيه زي ما حضراتكم عارفين بالاشتراك مع التلفزيون المصري واللي بيقدمها لنا زميلنا الاستاذ عيد حواش. هنشوف مع بعض فقره زراعيه هيقدمها الاستاذ عيد عن محصول البطيخ، نشوفه ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح الخير على اخواننا الفلاحين والمزارعين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جمع البطيخ. الحقيقة احنا بناكل البطيخ دلوقتي مبكر جدا لان اصبح في تكنولوجيا في الزراعة. النهاردة بنزرع مبكر في شهر واحد وبنغطي البطيخ بالبلاستيك عشان نديله الاجواء المناسبة لانتاجه. والنهاردة احنا بنجمع البطيخ بدري، كنا ناكل بطيخ في شهر 6 و7 وكده و8، النهارده بناكله مبكر جدا في 4 وفي 3 بناكل بطيخ. تعالوا مع بعض النهارده، لان البطيخ ده من محاصيل الخضر وليس محاصيل الفاكهه، عشان تبقوا عارفين ان كلمه الفاكهه دي كلمه شائعه جدا، لكن هو من محاصيل الخضر المهمه جدا في الانتاج المحلي والتصدير. احنا بنصدر للدول العربية ومصدر دول العالم المختلفة، وعشان كده عاوزين نتوسع فيه في الأراضي الجديدة. تعالوا مع بعض ناخد المعلومة الفنية للإخوة المزارعين وأيضا ست البيت نقول لها تشتري البطيخ الكويس بتاعها إزاي. حاج عمر خاطر بنصبح عليكم ونقول لك صباح الخير. يا صباح العسل. صباح الفل. دلوقتي نقول صباح البطيخ بقى. صباح البطيخ يا عم الحاج. ماشي ماشي يا حبيبي. قول لي بقى الاول كده، احنا في موسم، احنا بنجمع دلوقتي. البطيخ بيقعد في الارض كم يوم؟ 90 يوم. يعني هو 100 يوم بزرع بكل. يعني من 90 ل 100. مش كده؟ طيب امتى بتعرف ان البطيخ طلب جمعه؟ طلب جمعه انا بمشي في البطيخ الاقي التنابير بتاعتها نشفت. وحاسس على البطيخه يعني ابص على العروق كده، ابص على الشامه بتاعتها، ابص على الخطوط اللي فيها اللي هي زي الشجر كده، احس ان البطيخه طابت. يعني امسك واحده كده، خد دي كده واشرح عليها كده. دي يا باشا دي عملت عروق يعني كده كده، دي نلاقي دي نشفت. نشفت خلاص، ما دام نشفت كده ودخلت لجوه خلاص البطيخه طابت. طابت انتهت. طيب انت يبقى 100 يوم ده الميعاد بتاعنا، من 90 ل 100 يوم. نعم. يبقى كده خلاص طلب الجمع. خلاص طلب الجمع. ننزل غيطنا نشوف اذا كان نود بني ناشفه. طيب في حاجه كده بيسموها المحلاق او الياي اللي قبل البتاع ده. ما هو الياي ده بيمشي عليه زي الرجول كده. بس تلاقي البطيخ هبط شويه والياي ده نشف. اقول البطيخه دي طابت خلاص، البيتها ابوها خلاص شوم طابت البطيخ. طب تمام. انت بقى بيبقى عندك احجام مختلفه في الارض طبعا، يعني في صغير لسه لانه ما بيطلع ادوار، مش كده؟ ادوار. طيب الادوار الثانيه دي بقى بتعمل فيها ايه؟ بتخليها بتجمعها بعدين بتستنى عليها؟ بستنى عليها 15 يوم. تعمل ايه بقى من الري والتسميد؟ انا برجع كل يوم اروي نوبتين، نوبه الصبح ساعتين واخر النهار ساعه، واحط له بوتاسيوم. تحط قد ايه بوتاسيوم للفدان؟ بحط من 4 كيلو ل 5 كيلو. طب البوتاسيوم ده بتحطه ليه؟ عشان يكبر الحباي. وده مواصفات حلوه. وده مواصفات حلوه، ده هي البطيخه يا باشا. بسم الله ما شاء الله. آه. طيب
انت بقى عاوز تطلع الجيل الثاني زي ده كده، اديله تقوم تديله البوتاسيوم وتهتم بالري، واهتم بالري والرش. الرش انت قلت لي الرش بقى اخطر حاجه بتخوفك. العناكب العنكبوت والبياض الزغبي. العنكبوت والبيض الزغبي وحاجه اسمها الحمراء. بجيب له انا رش متخصص لكده. بتجيب رش وتستخدمه متخصص لكده. الله ينور عليك. عشان قادر تحافظ على ليه؟ على الزرع، عشان يديني الرش التاني والتالت. نعم. لان ده لو هدي منك ايه اللي يحصل؟ اراك واروح انا رخ. ما تاخدش بطيخ. ما ياخدش بطيخ، ما يحجمش. ولا يحجم. وانت؟ لا خلاص راح. مسكوا العنكبوت راح. هو العنكبوت خطر جدا. خطر جدا. بعض المزارعين بيسموه المرش. ايوه المرش زمان. كانوا الارض انمرشت. ايوه يقول لك الارض انمرشت. مش كده؟ انمرشت خلاص. طب يا حاج عمر بقى، انا عاوزك نصيحه اخيره تقولها لاخوانك من مزارعي البطيخ، يخلي بالهم من ايه؟ بالعناكب العنكبوت. العنكبوت ما فيش يخرب البيت غير العنكبوت. العنكبوت بيضيع الزرعه. المفروض بترش كل كام يوم؟ كل اسبوع. كل اسبوع رشت؟ كل اسبوع، يوم في الاسبوع نوبه مغذي ونوبه حشري اللي هو العناكب. خلي باله من ايه في التسميد؟ خلي باله من التسميد. بوتاسيونات. البوتاسيوم. بوتاسيونات. الحقيقه بقى شوف، يعني انا ببارك لك على المحصول مقدما. الله يخليك. وده خير لمصر كلها. نعم. لان النهارده انت بتنتج، الناس بتاكل وبتصدر بره، بنجيب عمله صعبه، يعني حاجه جميله جدا. نعم. انا بشكرك يا حاج عمر وببارك لك مره تانية، وبنصبح عليك ونقول لك صباح الخير. صباح العسل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيب قلبي. الله يخليك. وزي ما سمعنا هذه المعلومات المهمه جدا في جمع البطيخ، كل سنه وانتم طيبين. هنتابع ان شاء الله مع بعض معلومه اخرى في قطاع الزراعه. اهلا بيكم مشاهدينا الكرام من جديد. وزي ما شفنا كده تقرير مهم جدا عن محصول البطيخ اللي لازم كلنا نهتم بيه، ولازم كلنا يعني دايما بنشوف الصيف لما بيهل علينا، بيهل علينا بكل ثماره الفاكهه والخضار اللي دايما متعودين عليها. خلونا مشاهدينا الكرام نبدا اولى اخبارنا، وزي ما تعودنا دايما بنبدا بالفقره الاخباريه. اولى اخبارنا الحقيقه النهارده بيتكلم ايضا عن الحادث الارهابي اللعين. وزير الداخليه ينعي شهداء حادث حلوان الإرهابي. وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية الجناة في حادث استهداف قوى من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان وضبطهم، والذي أسفر عن استشهاد معاون مباحث القسم وسبعة من أمناء الشرطة. وقد نعى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية شهداء الشرطة الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وأمن وسلامة المواطنين. وجه تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء الذين سطروا أسمائهم بأحرف من نور في سجل الواجب والشرف. ربنا يا رب يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. ننتقل للخبر التالي مشابه عنوان تشديد الرقابة على المجازر ومزارع الإنتاج الحيواني والنباتي. أكد دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على المزارع النباتية والحيوانية والسمكية، فضلا عن تشديد الرقابة على المجازر والمحاجر ومحطات الفرز والتعبئة والمواني، وأيضا ذلك للحفاظ على صحة المواطنين. وقال فايد أن عمليات الاستيراد لا تخضع لمعايير فنية وصحية تضعها الوزارة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأضاف إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تقوم بالفحص والتحليل في منافذ الوصول بالاشتراك مع الحجر البيطري والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة. وأوضح وزير الزراعة أنه تم وضع استراتيجية لتعزيز مفهوم سلامة الغذاء من خلال عدد من الهيئات التابعة للوزارة. يا رب كل التوفيق لمثل هذه المجهودات الهامة واللي بتدينا طمأنينة كده مع حلول شهر رمضان الكريم. كل عام وحضراتكم بألف خير، إن كل السلع الغذائية تكون إن شاء الله متوفرة بكميات كبيرة جدا لحضراتكم للمواطنين، تناسب الجميع، وأيضا سلع آمنة إن شاء الله. معنا كمان خبر مهم جدا عن غرفة عمليات لمتابعة توريد الأقماح المحلية وخطوط هاتفية لحل المشكلات. قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تضم ممثلين عن المجلس، مجلس الوزراء، ووزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والرقابة الإدارية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية والائتمان الزراعي. وعلى
أن تبدأ أعمالها فورا لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية وتيسير على المزارعين، على أن تقوم الغرفة بالاتصال بالمحافظين لحسم أي مشكلة على أرض الواقع وإصدار تقرير يومي عن أعمالها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء أمس مع وزيري الزراعة والتنمية المحلية وبحضور ممثلين عن وزارة التموين والجهات المعنية. إذن هناك اهتمام كبير جدا من قبل الدولة، من خاصة في موضوع توريد القمح ده. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الموسم بنفسه، هناك اهتمام من قبل وزارة الزراعة للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي الهام وخطوة كبيرة جدا في المرحلة القادمة نحن نحقق الاكتفاء الذاتي منه. النهاردة مشاهدينا النهاردة إن شاء الله عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية، فقرة أولى هنتكلم فيها عن الانتماء والمواطنة وإعلاء مصلحة الوطن، وأعتقد ده شيء مهم جدا والحمد لله المصريين يعني بيخوضون في هذه المجالات في هذه المرحلة الحرجة، ويكون ضيفنا فيها الأستاذ أشرف عبد العزيز المحلل السياسي. أما الفقرة الثانية إن شاء الله هنتكلم فيها عن الآباء والأبناء والاستقرار الأسري وعوامل استقرار الأسري، زي ما حضراتكم عارفين للأسف في هذه المرحلة يعني ما فيش استقرار أسري في العديد من النواحي المختلفة، إزاي هنقدر نرجع الاستقرار الأسري والعادات والتقاليد الجميلة اللي هي ما زالت موجودة في العديد من البيوت المصرية. ده هنشوف إن شاء الله نشوف هذه الفقرة مع الأستاذة فاطمة ياسين أخصائي استشارات أسرية. أما الفقرة الثالثة والأخيرة هنختم فيها كده إن شاء الله مع المرأة العربية، مهام متدرجة على مر الزمان، وضيفتنا فيها الدكتورة مريم الترك الكاتبة والأديبة والشاعرة اللبنانية. دي إن شاء الله هتكون مجموعة فقرات برنامجنا الحوارية لهذا اليوم. بدعو حضراتكم للمشاركة بكل آرائكم ومقترحاتكم أو أي أسئلة طوال عرض فقرات برنامجنا على الشاشة. كمان لو حابين تعرضوا علينا أي موضوعات حابين تناقشوها في برنامجنا ممكن تتواصلوا على صفحتنا، صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج اللون الأخضر. فاصل سريع ونرجع نبدأ مع حضراتكم أولى فقرات برنامجنا الحوارية لهذا اليوم، انتظرونا.